اولا الاسعار وليس في العراق عامه بسبب الدولار. اولا الدولار هو اثر على الشعب العراقي واثر بس على الشعب، يعني اول مره اشوف حكومه تشتغل ضد المواطن بهي قانون بهي دوله صايره بهي زمن، الحكومه تشتغل ضد المواطن، الصعد الدولار في سبيل توقع العمله العراقيه، هذا كله صعد السوق، ابو الغذائيه ابو الملابس كل شيء صعد بالسوق بسبب الدولار وبسبب الحكومه، الحكومه جاي تشتغل ضد المواطن. يعني النخاله غاليه، التبن غالي، الطحين غالي، يعني ابو الحلال الله يكون بعونه، يعني حاليا عندك الطن الشعير ب 700,000، يعني الزحمه من حقه الرجال يعني يبيع الطلي غالي عندك خوش اي نعم ب 14,000 مجبور، اذا بيعه جوا ال 14 يخسر عندي حاليا. واكو عندك طلي الطلي مال الموصل الضارب اعلاف بروتين وما بروتين قاعد يبيعوا الكيلو ماله ب 12 ب 11 ونص ب 12 ونص، انا هذا الشيء ما اجيبه ما اقدر اشتغله، عمن اذا اجيبه ما اعرف ابيعه، يعني عمن عندي زبائن وعندي دكاتره وعندي ناس بالدوله وعندي ناس كثير يعني تاخذ مني لحوم. نعم نعم موجود، اكو الطلي التركي واكو الطلي الايراني واكو الطلي مال الموصل هذا الضارب علف، اكو طلي كركوك، مو هي الساب منطقه عن منطقه تختلف، يعني تدري هسه عندك طلينا يختلف عن طلي كركوك، يختلف عن طلي الجنوب، يختلف كل منطقه لها يعني. اي نعم اي والله اي والله اثر، يعني العلف كان قلت لك كان الطن ماله ب 500 ب 600 هسه ب 700، يعني مين الفرق؟ فرق مرة الدولار. عندنا الاسعار مال العلوسه نار، الطماطم اليوم صبحها 750 نبيعها ب 1000، المواطن غالي ما حد يشتريها، ما حد يشتري، سوق ابو علي كله واقف، سوق كله واقف، رماد جملته 1400 دينار بيش تبيعها؟ ب 1000 ونص ما حد ياخذه، قبل كان ب 1000 دينار وب 750، الطماطم هسه العراقيه هي نار زين. الايراني هسه تخيل يفتحوا الايراني، الايراني عم بفلس ونص، صندوق مال الطماطم 20 كيلو ب 5000 دينار، هسه الزوج مالته الزوج مالته تشتريه ب 40 45,000 بيش تبيعها؟ نار. خيار جملته ب 1000 دينار، الباذنجان جملته ب 1000، كل صار نار، بصل 750 جملته بيش تبيع؟ والله عم خلي يدخلون باي السواد مال مخضر مال الدوله، خلي يدخلون بينا، خلي يشوفون شو الاسعار هاي النار، تعامل مال كله والله زين، بس احنا تعال الاسعار مالتهم الاسعار نار، من الشمال منك نار زين، فخلي يدخلون باي الاسعار مالتنا، وان شاء الله الدوله يفتحون الايراني يفتحون السوري التركي.